معانا ومعاكم في سهرة رمضانية خاصة جدا على شاشة قناة الأهلي، نجم نادي الأهلي كابتن أيمن أشرف. منورني يا كابتن، برحب بيك، يعني كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. في البداية عايز أعرف، نطمن الجماهير، هترجع إمتى للتدريبات الجماعية تاني؟ والله طبعا برحب بيكي وبرحب بجمهور ومشاهدين قناة النادي الأهلي، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم يا رب كده وعلى الأمة الإسلامية يا رب. والله الحمد لله أنا كويس الحمد لله، يعني يمكن مجهد شوية الفترة الأخيرة ديت، وإن شاء الله يعني قريب إن شاء الله راجع بإذن الله. عارفين طبعا إن الشهر ده بالأخص في مباريات كتير، تقريبا بتلعبوا كل 48 ساعة مباراة. قولي بتتعامل مع ده ازاي، كمان الوقت القليل بتاع رمضان بعد الفطار، يعني بتتعامل مع ده ازاي؟ والله طبعا يعني الفترة دي يعني ظرف طارئ زي ما بيقولوا كده، بتبقى الماتشات قريبة من بعض، إجهاد طبعا على اللعيبة كلها، لأن يعني احنا بنريح يوم، تاني يوم معسكر، تالت يوم ماتش، فما بنلحقش ناخد طبعا راحتنا، لكن طبعا بنحاول نعمل على قد ما نقدر استشفاء كويس عشان نستعد للمباراة اللي بعدها. والاكل طبعا لازم يبقى اكل كويس، ما بين الفطار والسحور لازم يبقى اكل كويس، اكل معين يعني، مش لازم يعني مش محشي بقى مش وبط هينفع. وبتاع، لا لا لا، يعني اكل معين كده. الدكتور ماشيين بسيستم معين مع اللعيبه كلها، دكتور عبد الرحمن، فلا يعني الحمد لله الامور ماشيه كويس، واللعيبه الحمد لله قادره تادي بشكل كويس في ظل التلاحم ده يعني.